هاي دود، ازيك يا لوزر؟ ازيك. ايه يا عم المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ انا كده صدقت انك عمدة. هو ده اخرك، تبقى عمدة على مكان زي ده. ايه الطعامة دي؟ انا نسيت انك طعم قوي كده. دي حاجة بسيطة يا جوني. ايه يا تومي، عامل ايه؟ وحشني. انت لسه زي ما انت لازق لجوني. خليك في حالك. هم دول الناس اللي هينزلوا لنا الشنط؟ لا، دول فرقتي. فرقتك؟ نو واي، زي زي التيم. ما يغركوش. الفرقه دي جامده جدي، دول اجمد فرقه في افريقيا، حتى اسمهم فرقه الوحوش. قصدك فرقة الكروش. ايه ده؟ لا خفيف. اوكي. فين الارض اللي هنلعب عليها؟ ما انت على الارض اهو، هو ده الملعب. هو ده الملعب؟ ده مش كويس، وبعدين ده مش قانوني. اقعد بقى تلكك بقى، يقول لك مش قانوني بقى، فاهم؟ ونقر ورجلي هتتلوي وهيجي لي حمو النيل، الجو مش مناسب، كل دي تلاكيك. ما تقلقش يا لوزر، مش هخسر. اوكي، الماتش الساعة كام؟ بعد بكرة الساعة 3 الظهر. طيب، احنا هنيجي الساعة 7 الصبح نتمرن هنا، اوكي؟ اوكي. اوكي. بقولك، الساعة 1 الظهر هاجي، تمشوا على طول، مش عايز بقى والنبي لفة ولسه بلعب دورين تراي وجو ده، ها؟ انسى الكلام ده. فاني، سو فاني، شور يو ار لوزر. سخيف بشكل مش ممكن، يعني ايه يا شباب؟ ايه؟ انتوا هتتكسروا ولا ايه؟ ارفعوا راسكم لفوق، ما يغركوش، دي مناظر على الفاضي، احنا هنكسبهم بس لما تسمعوا كلامي. طب سيدوني، انا عندي سؤال. ها؟ يعني ايه لوزر؟ بص، لوزر دي يعني باليوغوسلافي كلمة يوغوسلافية، معناها كوتش او كينج، ملك او برنس، قصدها تلميذي، فمن كتر ما بيحبني بيقول لي يا لوزر. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنقول اننا هنكسب باذن الله يا لوزر. توماس، ما تصعبتش. ما تقولش الكلمه دي، هيبان ان انت ما بتفهمش انجلش، لان هي مش انجلش، هي غزلفيه، فاهم قصدي؟ قول كوتش اسهل حتى. لا لوزر اسهل واحلى. لوزر يا لوزر يا لوزر يا لوزر. روح الحمام يا لوزر يا لوزر. عملت ايه؟ اجده بقينا 10. كويس، احنا كده فاضل لنا 2 كمان ونبقى بيرفكت تيم. لا، هنكن على 2 سهله قوي، حجيب البت قمر وامها الحجه صباح. واتيفر، انا اهم حاجه عندي هديه، انا ولا عايزه ناس تخينه ولا عايزه ناس عواجيز. عواجيز ايه؟ ده الحجه صباح دي مرعه فيه، ده انت لو شفتيها وهي بترمح لما بتدي طلبات بيتها تقولي عليها ولا بت 18. طيب خلاص، هاتيهم لي بكره الصبح عشان اشوفهم. احنا بقاش عندنا وقت هديه، الماتش خلاص قرب والناس اللي هنلعبهم جم النهارده الصبح. فرقة امريكا؟ يب. شكلهم ايه يا اشلي؟ هيروز يا هديه، هيروز. كيف يعني؟ حاجه كده عامله زي التيران، انا مش عارفه بس يا هديه احنا ازاي هنغلبهم. ربنا يستر. ايوه يا مستوفي، ربنا يديك طول العمر يا اخوي. لا لا لا، ما عاوزش حاجه من ليبيا، تعال انت بس بالسلامه. اتكلي على الله انت دلوقتي، وبكره الصبح ان شاء الله لما الكبير يطلع هجمع التيم هنا في الدوار. خلاص اوكي، باي. لا يعني شوف، اذا كان يعني ولا بد يعني تجيب لي حاجه معاك، هات لي جزمه جلد بني معتبره. ايوه هاتها منقرشه وببزيم، اقول لك هات تنين، واحده ببزيم واحده ما ببزيمش. ماشي، يلا سلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا كبير. الحمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. كنت عم تلتي وتعجني مع البت الشقره دي في ايه؟ لا ده انا كنت بسالها بيعملوا البيتزا كيف. بيتزا؟ مفيش حد في الدوار ولا ايه؟ كلهم نايمين يا كبير، عشان عندهم تمرين بكره الصبح، اصل الماتش قرب والفريق الامريكاني وصل النهارده، وبيقول لك هيروز يا كبير هيروز. حصل لنا الرعب. وانت عرفتي منين يا بنت؟ البنت اشلي لسه قايله لي دلوقتي.
يعني ما كانش في خلطة بيتزا ولا حاجة؟ الكلام جنب بعضيه يا كبير. الماتش ده متى؟ بعد بكرة الصبح إن شاء الله. هو أنت ناوي تروح يا كبير؟ فاضي أنا إياك للكلام الفارغ ده والحيافة. أنا هطلع رايح جدتي فوق وأتفرج على البوكيمون. الحمد لله. خلاص يا جماعة حافظين الأغاني زين؟ لما تندلى أشلي دلوك نسمعوها لها. أهي جات أهي. صباح الخير يا هدي. صباح النور يا أشلي. إيه كله تمام؟ تمام. عاوز أعرفك على التيم. دي الحجة صباح، ودي بنتها قمر، واللي هناك دي صفاء سلفة قمر، اللي أمها تبقى بنت خالة الحجة صباح. أوكي أوكي. بس يا هدي هنتعرف على التيم أكتر في البروفا، أوكي؟ ماشي. تعرفين طبعا انتوا جايين هنا ليه صح؟ طبعا. هم ليه؟ انا قلت لهم على كل حاجه. هم حاضرين لك حاجه كده عاوزين نسمعوها لك. ايه ده بجد؟ تفضلوا. يلا يا جماعه اوقفوا صفوا زي ما كنا في البروفه. ايوه 1 2 3 يلو عطر احود على المال يلي عطر احود على المال واستبي وجاني من ايه واستبي وجاني من ايه واستبي وجاني من ماتش امبارح. شكرا شكرا شكرا. استوب استوب. ها ايه هدايا ده؟ ايه ما عجبتكيش؟ لا مش عجبتني، لكن دي لوكال قوي. لوكال؟ اه. طب انا محضره لك حاجه تانية من كلاسيكيات المزاريطه. شوفي جهد الاغنيه الثانيه 1 2 3 يا احمد يا عمر ما تبصش على القمر ده انا لاعب ميه زيك بالبيضه والحجر يا احمد احمد يا احمد احمد. شكرا شكرا. هدايا انت لغايه دلوقتي لسه ما وصلتيش للبوينت اللي انا عايزاها. طب اصبر. طيب ده الحجه صباح دي لسه عندها اغاني كتير، دي زفت نص بنات البلد. هدايا هسيبك من الحجه صباح شويه وركزي معايا انا. اوكي ماشي يا هدايا. احنا عايزين يبقى لنا حلو في الماتش عشان التلفزيون هيصور. اوكي اوكي. يعني ما عجبتكيش احمد يا عمر؟ لا ما عجبتنيش ما عجبتنيش يا هدايا. Bring it in. Let's go. Grab all the balls. ايه يا لوزر؟ شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره وبيني وبينك. ثانكس مان. مش انا اللي انسحب. انا يا اما اخسر واكلها كلها يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا لوزر. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعة اللي بتعملوه ده؟ مالكوا كتانين كده ليه؟ بصراحة يا سيدوني احنا بعد ما شفنا فرقة الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجأة، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ما ياخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوا اديلهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقالنا كام يوم. اه قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني احنا ما قلناش كده. ما انت لو قلته معناه كده مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ. يعني انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا، عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرس يا تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع لايه، عارف هترجع لايه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه، عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. أنا رايح ألعب لوحدي، قلبي قلب أسد، هروح لوحدي، مش عايز حد فيكم.
بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عاوز يبقى معايا؟ انا معاك يا سيدي جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سيدي جوني. معاك يا سيدي. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. لو بنعمل لك عمليه قلب مفتوح. الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكره ويتنطط؟ بكره ويتنطط؟ لا على ايه بكره؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شويه على فرن؟ مفيش حاجه على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي. انا ربطت دلوقتي. جنابك لما تطهلي هي ربطة الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ أنا مش قادر أفهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ أنت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا أنا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاتنين مع بعضيهم. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة أنا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون، كام داون، إحنا جايبينهولك. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقوله المره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش ولا اي حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا يلا، احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضرة العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتر. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل ده، غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص خلاص خلاص، تعجبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا ما انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره.
يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص يا عم بقى. الله احنا دسناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل او ماي جاد انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا هم خططين على الهادي كده وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي، دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه يعني؟ انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. خلاص بقى خلاص بقول لك هيسيح. جود لك سي يو ان هيل مان. تجري ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانية اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا برومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي. بعمل لما عارف سلام. فيني بيه رايح فين وهتعمل لي مع الراجل ده وحدي؟ اسكت خالص. اهدى وتشاهد. وبعدين يا جوني هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد يعني. اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ ريست ان بيس برو. وقف عندك يا صرمة يا كبير. ما تضربش نار يا كبير، تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايوه كده والله العظيم. مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم انت هتفضحنا يا غبي. طبعا مين يعمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي وهو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك بعد كده لما يجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر. اوكي يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس. خش بقى عشان الساعة. ساعة ما ساقعاش مالكش صالح. أي خدمة يا معلم. يا رب أنا بارك لك يا عمدة. ما عرفش أقول لك إيه. قول لي جوني، قول لي براذر. يعني أنا متواضع ما تفرقش معايا الألقاب. أنت اسمك إيه بقى؟ أنا اسمي قطر. باين عليك. حد برضو يجي يسرق دوار العمدة. أسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمدة ده احنا كنا بنلعب كورة برا والكورة وقعت عندك في الدوار، فأنا نطيت أجيبها ولا أسيبها؟ أنا قلت أجيبها بدل ما أسيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده أنت أدائك فيك قوي قوي، يعني أوحش من ريدج بتاع ذا بولد أند ذا بيوتيفول. إيه؟ اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء وطعمات بتاع أستاذ نور الشريف. طب أنت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ أنا كنت عايزك في مصلحة. بص يا معلم، انا متاكد انت كنت جاي هنا عشان تعمل ايه؟ جاي تسرق، وانا مش هرجعك ايدك فاضيه. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا انت كدبت وشتم. يات 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 بتبطل تبسيم. يلا خد دول وبكره الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم. لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من جو الشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم.
اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا كده. يبقى الفريق اكتمل.